سيدي حق الله لا تنساني اسمه غاليانو، يا آية مكتوبة فيها غاليانو. قالت لي أنطونيو غاليانو ولا جورجيو طاليان غاليانو، ما عرفتش هو معايا فين. يا آية فين يا خوتي، كما كتشوفوا حتى هي مدحبة بالصمتة ديالها من هنا. آية فين يا أما ديالها، المهم اللي كيعرف ما تاع عارف هاد التبادينة اش مني. هاد التبادينة هادي جبتها صدفة، هاد التبادينة هادي كانت عاملة 420 بزاف بديتها بتسعين دقيقة وقل هاي فيه الأسمين ديالها. هادو سبيدينات هادو بزاف بنادم ما يقول هادو هاد العائلات وهاديك فهمتي، اللي ما كيعرفش مسكين يلبس وما كيعرفش في الموضة. هاد سبيدينات هادو كيستعملوهم دابا هاديك المغنيين والمشهورين هما اللي كيلبسو هاد اللباس هذا. هاد الثمن ديالها فين هاي فين؟ وهادي شي تا لبست راه شوفو هنايا، يعني ما عندها شي وحدة، شو عندها كلشي. وهاد السبيدينة هادي اخوتي شحال كانت عاملة؟ كانت عاملة 590 دولار، يعني نص مليون وخا، وديتها 89 على هاد الفايوس هادو. انا قلت لكم كيجيو ما يفيني هاد البرايس ديالها، باقي ما زودت لهم شي برايس، انا اصلا خليت لهم برايس هنايا. ها هو في البرايس فيسانتي، البرايس ديالها قويتي ما بالكم ماشي مزيان. عم بينوركم دابا اوكي، كاميرا كانت تحمق العمار. ها يفيني يلا صفايا المسخوطة تحشمنا. ها هو البلاك ديالها 600 وزيد وزيد، يعطيكم العافية. ممكن واحد كاين واحد ميكاد، واحد ميكاد واخر، انا نوريكم شي تبقى معي دقيقة. شي تمنين شي تمنين هاد المكازا هاد، هاي فيني هاد المكازا هاد، هاد المكازا هادي اللي كيعرف يبقى يمشي لي لا يبقاش باغ فيه حوايج مزيونين بزاف، لي في اوروبا تقدر تكون في معرض الله اعلم ما عرفتش. المهم هاد المكازا هادي عقلوا عليها، لي جبا يبقى يمشي لي فيها بياس واعر بزاف ورخيص. يعني هاد السبيدينة هادي هاي فين اللي كتشوفوها،